النهاردة بنتكلم على العجل من 70 ل 90 ألف جنيه. أنا شخصياً مش ناوي أعمل كده، أنا ناوي حتى لو هعمل يعني أنا لو عايز أعمل عدد من العجول، عدد من الخرفان، هقلل عدد اللحمة وأعمل الأضحية بتاعتي والباقي أديه فلوس للناس. مش من المنخل يبقى اعمى، ما هي الاضحيه دي في النهايه جزء كبير منها بيضيع، يعني جزء منها كبير هدر. هذا الأمر هيقلل الضغط على طلب اللحمة ويقلل السعر. يعني لو النهاردة ابتدى الناس المربيين لعجول أو خرفان وعاملين شوادر ابتدوا يلقوا إن الناس، وأنا أظن إن محدش هيقبل على عجل بتسعين ألف جنيه. إن السنة الجاية وعليك خير لما الأمور تقف على رجليها، بدل ما تضحي بعجل واحد لا هبقى أكتر واسع. أمر بيختلف باختلاف وضعك الاقتصادي.